كان علينا امتحان انجليزي، كان امتحان فيه شويه صعوبه وفي شغلات سهله. تعبير حيكون ركزوا على الرسائل بس ما جابوش ولا رساله، هيك بس كان الامتحان. كان علي امتحان انجليزي، كان فرع تجاري، امتحان صعب كان كتير، ما توقعناهوش هيك، توقعنا اسهل، وانهم هم مرعوا الفروقات يعني بين البعض، كان صعب. الفرع العلمي كان الامتحان سهل ومراعي لجميع المستويات، يعني جابوا قطعة من الكتاب وقطعة خارجية، والقطعتين كانوا سهلات بشكل كبير. كان امتحان الانجليزي صعب لكنه كان في قطعة حيكون ياهن المتوقعات يجينا ما جاش، وفي كمان اكمل سؤال صعب، والتعبير نفس الشيء ما جاش على الرسالة، وكان صعب. اتمنى انهم يراعونا في التصحيح. في الفرع التجاري كان علينا انجليزي والامتحان كتير صعب وفي اشياء خارجية، والتعبير كان خارجي مش ضمن اللي اخذناه في الكتاب، والقطعة الخارجية كانت صعبة والاسئلة كتير صعبة. الفرع العلمي امتحان سهل منيح، يعني بشكل عام منيح، في قطعة خارجية تعبير خارجي بس القواعد سهلات بشكل عام منيح. فرع علمي كان علينا انجليزي الجلسه الاولى، الامتحان سهل نوعا ما بكل ما في قطع معاني قواعد اي شيء، بس المشكله التعبير، الكل كان متوقع تعابير معينه، التعبير اجت مخالفه تماما، لانه بس بالمجمل كانت سهله. يعني الامتحان كان كثير سهل بس التعبير كان زنخ شوي، مش عارفه ليش البنات مستصعبين منه. امتحان الانجليزي الجلسه الاولى اليوم كان سهل نوعا ما، وبس التعبير اللي ما كان يعني عكس التوقعات اللي توقعوها، بس الحمد لله منيح وان شاء الله الامتحانات الجايه تكون هيك. الامتحان كان يعني متوسط، مش سهل ومش صعب. التعبير مثلا كان مش متوقع، القطعة كانت برضو مش متوقعة، يعني كان الامتحان متوسط. احنا فرع أدبي، علينا إنجليزي، كان سهل يعني مش كثير صعب، مراعين كل يعني العقول فيه مستويات، مش كثير يعني صعب، كان كثير سهل. الفرع العلمي كان الامتحان يعني وسط، بس الأسئلة في لها أكثر من جواب، يعني بتقدرش تتحدد، القطع كانوا ملاح بس التعبير فيه شوية يعني صعوبة.